للمزيد من المتابعة والتفاصيل أيضا عبر الهاتف ينضم إلينا سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم بالسادة المشاهدين. الحقيقة أشكرك. الحقيقة ما تم تمريره وعرضه على السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإشراف القضائي واستمراره على الانتخابات والاستفتاءات، الحقيقة ده بيكشف بشكل كبير جدا عمق الموضوعات اللي بيتم تناولها والموضوعات اللي بتخرج بقرارات مهمة من الحوار الوطني. اليوم قرار اليوم فيما يتعلق بالإشراف القضائي كيف تراه، وأولويات يعني الفترة القادمة بالنسبة لحزب إرادة جيل يا فندم؟ الحقيقة احنا بنوجه الشكر لمجلس الأمناء الحوار الوطني، بيدل على انهم بيشتغلوا بجدية وبعمق في دراسة الموضوعات وتحديد موعد لبدء الحوار الوطني، رد على كل الإشاعات والكلمات اللي بتقول ان ما فيش حوار وطني او في تأخير في الحوار الوطني او غيره. فكلمة شكر ليهم، وفعلا بيدل تحديد الموعد على اهتمام مجلس الأمناء الحوار الوطني بمشاكل والقضايا اللي اتعرضت عليهم، وكان لازم ياخدوا وقت على ما تجهز الامور معاهم، لان عندهم اكثر من 100 قضيه تقريبا او يعدي 100 قضيه طرحت من الاحزاب ومن كل المشاركين في الحوار الوطني. اهم الموضوعات اللي الحقيقه احنا سعداء بها جدا وبناكد على اهميتها الاشراف القضائي على الانتخابات وعلى كل ما هو يتعلق بصندوق الانتخابات. ده بيدي رساله قويه للعالم كله، مش لمصر بس ومش للمصريين بس، ان مصر بتعيش عصر الديمقراطيه الحقيقيه وحريه الراي الحقيقيه اللي مكفوله بالاشراف القضائي. في ايه اكتر من الاشراف القضائي على كل صندوق؟ ده شيء عظيم جدا. صحيح. بيأكد على ان الجمهوريه الجديده اللي بيأسسها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ليها مبادئ وليها قيم هتنعكس على المواطن وعلى الناخب وعلى كل الامور اللي احنا بنتمنى ان احنا نوصل. صحيح. طيب اولويات حزب اراده جيل الفتره القادمه، خاصه ان بدء الجلسات يوم 3 مايو القادم سياده النائب؟ احنا الحقيقه بخلاف اهتمامنا بالنواحي الانتخابيه، احنا بناكد على ان المحور الاقتصادي هو المحور الاهم واللي هيظل اهم بالنسبه للحاله اللي احنا فيها، العالم كله فيها. بناكد على ان المحور الاقتصادي والظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها محتاجه ان احنا ندرسها ونوصل بها القرارات تخص الزراعه والصناعه على وجه التحديد، عشان نقدر نغطي يا اما الفجوه او نقدر نخرج من عنق الزجاجه اللي هي احنا بنعيشها والمواطن بيعيشها. فمن اهم المحاور اللي احنا مهتمين بيها كحزب اراده جيل وتحالف الاحزاب المصريه اللي بيضم 42 حزب، المحور الاقتصادي المحور الاقتصادي المحور الاقتصادي. بنتكلم عن 84 حزب وكيان سياسي سيجتمعون على طاولة واحدة، والحقيقة هذا له مؤشر إلى العديد من الأشياء، منها زي ما حضرتك تفضلت وسبق الكثيرون بالذكر للجمهورية الجديدة، فكرة أن يكون هناك 84 حزب وكيان سياسي مجتمعين على طاولة واحدة. ولكن من جانب آخر، إلى أي مدى هذا التجمع يعطي ثقل للمواضيع لأي ملف أيا كان سيادة النائب؟ مصر كبيرة ورئيسها كبير، والوجود 84 حزب ده بيدل على ان فعلا في ديمقراطية وفي حرية في الحوار، يدي ثقل للحوار الوطني، يدي وجهات نظر مختلفة، لكن صحيح. في النهاية نتوافق، قد نختلف وجهات النظر لكن لا نختلف على الوطن. صحيح. شيء جميل جدا ان يبقى موجود 84 حزب موجودين على طاولة مفاوضات ومناقشة، في النهايه احنا بنتكلم لصالح مصر، لصالح المواطن المصري. نعم، بنتكلم لمصلحه حزب او لمصلحه شخص. صحيح. فكلنا متفقين على اننا بنعمل من اجل بلدنا وداعمين للقياده السياسيه بتاعتنا. انا الحقيقه بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا سياده النائب تيسير مطر رئيس حزب اراده جيل، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.